جميع العاملين في المنزل وقفوا استعدادا لاستقبال السيد كوربين. بدا السيد كوربين متجهما أكثر من أي وقت مضى. مشى بخطوات ثقيلة وقسمات جللها حزن عميق على الإرث الذي سيفقده في موا. لم يتفوه أحد بكلمة، فتابع السيد كوربين طريقه إلى الداخل وسط صمت ثقيل. تفضل. مرحبا، كيف حالك؟ أهلا بك يا ماري. أخبرتني السيدة ميدروكو أن والدك وصل إلى المنزل وهو يريد التحدث إلينا. أعلم ما الذي سيقوله لي ولك أيضا. كول ماري، هذا اليوم سوف أسلم كل أملاكي في موا إلى ماكس. يؤسفني أنني لن أترك لكما إرثا كبيرا، لكنني حجزت لك في مشفى ممتاز ولابنة عمك في مدرسة داخلية. لن أدخل إلى المشفى يا أبي. لا تناقشني بالأمر واستعد للذهاب إلى المشفى. لست في حاجة إليه، لقد تحسنت صحتي كثيرا بفضل ماري. جيد، لكن هذا لن يغنيك عن علاج المشفى. ماري. نعم يا عمي. إذا أردت أن تقيمي في موا فابقي عند الطبيب هنري. ماذا؟ الطبيب؟ أجل، أنا أعرف أنك أحببت موا كثيرا. عمي، سأقيم مع أسرة ديكون. مستحيل. وأنا أيضا سأبقى مع ماري عندهم. كفى يا كول، هل تريد لوالدك المزيد من الإذلال؟ اسمع، سوف تنفذان ما خططته لكما على الرغم منكما. يؤسفني ما حدث. أنتم خدمتم في منزلي مدة طويلة، فشكرا جزيلا لكم. أمنيتي أن يحافظ المالك الجديد على هذا المنزل العريق ويبقى كل واحد منكم في عمله. أما إذا نفذ ماكس مشاريعه السياحية ومحى أثر هذا البيت، فعندئذ من حقكم علي أن أجد لكم جميعا فرص عمل جديدة. لكن عثرت على الطاولة هنا، عرفت مراد سادة المنزل. دوم اهدأ، دوم أرجوك، ستجعل الدمع ينهمر من عيني. اهدأ يا رجل. قضيت عمري في حدائق المنزل، ربيت مئات الأشجار ونمت على يدي آلاف الزهور. سأشتاق للسيد كول والآنسة. إن أجبرت على العمل لدى السيد ماكس فسأجعل الطعام مالحا. سيدي، كلنا مرتبطون بالمنزل، فافعل شيئا للاحتفاظ به أرجوك. ليس من مصلحتنا العمل خارج موا. كل المحاولات التي قمت بها للحفاظ على أملاكي في قرية موا باءت بالفشل. كفى يا ماكس، لا تحاول إقناعي، لن أقبل بالزواج منك. ترفضين الزواج مني يا كاميرا؟ نعم. لا أصدق، إذن لماذا انتظرتي مجيئي 10 سنوات ولم تتزوجي غيري؟ لم أنتظر شخصا يبحث عن الانتقام، بل انتظرت شخصا طيبا. ماذا تقولين؟ لماذا عدت إلي؟ لكي تجعلني الشاهدة على قسوتك وأشاركك في الانتقام يا صاحب المشاريع السياحية؟ كفى، كان كل همي في السنوات 10 الماضية أن أصبح غنيا لكي أحقق لك حياة هانئة.
هل خطر في بالك مرة أن تسألني ما هي الحياة الهنيئة التي أتمناها؟ تغيرت كثيرا فلم أعرفك. لو أنك أتيت إلي بعد عام من سفرك وأنت ما زلت رجلا فقيرا لقبلت بالزواج منك. أنت تسعى إلى حياة هنيئة لك وليس لي، فأنا لا أريد الانتقام من أحد. أتفهمني؟ ولماذا علينا أن ننسى الإساءة التي ألحقها بنا السيد كوربين وغيره؟ يا ميرا، ليس من السهولة نسيان ما حدث لنا في بيت السيد وفي موان. لقد ظلمنا كثيرا ودفعنا ثمن هذا الظلم 10 سنوات كاملة من الشقاء والتشرد يا كاميرا. اخرج يا سيد ماكس، جئنا لنتحدث إليك، هل تسمعنا؟ وماذا تريدون مني؟ ها؟ هل ما زلت تذكرني يا سيد ماكس؟ بين، أنت البستاني؟ صحيح، وهل ما زلت تذكر هؤلاء الأصدقاء؟ جئنا جميعا إليك ونحن نرجوك أن تصغي إلينا. ماكس لا تدمر حياتنا، لا تصادر البيت، أعطي السيدة مهلة. يؤسفني أن أرفض طلبكم، سأنفذ ما خططت له. ماذا؟ لن نسمح لك بتنفيذ مشاريعك وسوف نمنعك بالقوة. سوف نمنعك، سترى يا ماكس، سأوسعك ضربا وأطردك من الموت. ابتعد والزم حدودك يا توم. كفي عن تحريض خطيبك يا كاميرا. كاميرا لا تجعل السيدة ماكس شريرا مثلك. اسمع، أنا أحذرك إن صادرت أملاك سيد كوربين فسأقف في وجهك. وأنا 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 أيضا إلى جانبكم. ها؟ أنا لم أنسى فضل سيدتي علي، وإذا لم يتراجع ماكس عن قراره فلن أقبل بالزواج منه. أحقا ما تقولين؟ ألن تتراجعي بكلامك؟ لن أتراجع، موقفي هذا هو اعتراف بالجميل لما قدمته لي السيدة من حب وحنان. كاميرا، سيملك ماكس كل المقتنيات. لم أكن أتخيل أنني سأفقد كل مقتنيات أجدادي. ليس عدلا، كيف تؤول مقتنيات عريقة إلى شخص مثلك؟ ها أنا أراجع دفاتر الحسابات مرة عاشرة لعلني أستطيع الاحتفاظ بقلادة زوجتك ومسدس أبيك. لا تتعب نفسك أكثر من ذلك يا بيتشا، فات الأوان. كما تريد يا سيدي. أخرج واتركاني وحدي. حاضر حاضر. ماري، ما زلت عاجزا عن المشي. سوف تمشي. متى ذلك؟ هل ستجدي الأعشاب التي أعطتني إياها كاميرا؟ أجل، أصبحت في المرحلة الأخيرة من العلاج. ها؟ كما ترى، سهل الأمر وسوف تمشي. أو لن أمشي أبدا. لا تقل ذلك، بعد أن انتهيت من تناول وصفة كاميرا لم يعد لديك مسوغ للاستلقاء. أنا لا أشعر أنني أملك القوة الكافية لذلك، ولكن لن أيأس. هذا جيد. ماري، ليتني أستطيع البقاء معك عند الطبيب هنري. سوف أشتاق إلى موال التي احتضنتني ومنحتني الدفء. سأحاول تعلم التمريض وأبقى إلى جانبك حتى تشفى. سأطلب إلى الطبيب أن يعلمني التمريض، وعندها لن أضطر إلى دخول المشفى. بالتأكيد، لأنني سوف أنفذ كل التعليمات. أيها القطيع، انطلق معي إلى ذلك المرعى. الحمد لله أنني وجدتك هنا. ديكون، اذهب لماري وقل لها أن تحضر مع كول إلى الحديقة السرية.
لقد آن الأوان كي يقف كول، وبعد أن تنتهي من إخبار الآنسة اذهب بسرعة إلى أمك، اطلب إليها أن تحضر إلى منزل السيد. ماذا حدث؟ ما بها؟ إنها في غرفة السيد كول منذ الصباح الباكر. شكراً نيكون. آنسة ماري، نيكون، ما بك يا ديكون؟ كاميرا أرسلتني، اذهبا إلى الحديقة. ماذا قلت؟ قالت آن الأوان ليقف كول، وطلبت إلي أن أحضر أمي إلى هنا. ترى ما الذي ستفعله كاميرا؟ لا أدري، ولكن يجب أن تذهبا الآن. أنزلني ديكون. سأنصرف الآن، لن أتأخر. إلى اللقاء. ماري، هل استطعت أن تتوقع ما الذي تريده كاميرا منا؟ أبدا لم أتوقع. ها؟ أجل، عرفت. ها؟ ربما وجدت الحل. أعتقد أنها أقنعت خطيبها وستفشي سر الحديقة لأبيك. رائع. لكنني قلق. لا داعي للقلق، كاميرا تحرص على مصلحتنا. ليلاس، بعد قليل سأخسر كل شيء، حتى هذه القلادة الذهبية التي أهديتنيها، كما أنني سأخسر هدية والدي المسدس. أغلقت الحديقة بعد موتك، لكنني أعدك يا زوجتي بأن أقوم بزيارة الحديقة التي أحببتها هذا اليوم قبل أن أسلم أملاكي في موها إلى ماكس كي أودعها. أنا أشعر بعذاب الضمير لأني فرطت بحديقتك. سامحني يا أبي، لم أستطع الاحتفاظ بهديتك. سيلحق بي عار كبير لأن إرث أسرة كوربين الشهيرة سيضيع على يدي. للأس كوربين، لو كنت إلى جانبي يا زوجتي لما عانيت كل هذه المصاعب. سيدي، وصل السيد ماكس إلى البيت. ودان سيدي، هل تسمعني؟ وصل السيد ماكس، ليس وحده، لقد أحضر معه خطيبته. سيدي، أتسمعني؟ أتى؟ أجل يا سيدي، أنا قادم. لم يتغير شيء في هذا البيت منذ أن تركته. أهلا بك سيد ماكس، أنا مستعد لتسليمك كل أملاكي في موا، ولكن هناك أمر أهم من ذلك، وهو إثبات براءتي. وإثبات براءتي أنا أيضا يا سيد كوربين. هذا أمر لم يعد يعنيني، كما أنني لست واثقا ببراءتكما. أرجوك يا سيد كوربين، اسمعنا جيدا وأعطنا فرصة كي نقدم لك البراهين القاطعة على براءتنا نحن الاثنين. أرجوك لا تظلمنا مرة أخرى، أنا أعرف أنك تكره الظلم. حسنا، سأسمعكما. كيف ستثبتان براءتكما؟ لدي الكثير من الأدلة التي تدينكما. أعتقد أن الحديث في هذا الموضوع غير مجدٍ. بل لنا كل الحق في أن ننفي التهمة عن نفسينا سيد كوربين. نعم، إدانتك لي تؤثر في سمعة التجارية، وأنت تستحق هذا لأنك مختلس. لا أسمح لك، أنا لست مختلسا، أنت لا تعرف الحقيقة. ماكس، عن أي حقيقة تتحدث؟ اسأل بن وسوف يخبرك عن كل شيء. موافق، هيا بنا نذهب إليه. سأخبرك، وقت ذاك سمعت كل الحديث الذي دار بين السيدة وماكس. أنا ما زلت أتذكر ذلك جيدا. نفذ ماكس ما طلبته إليه زوجتك تماما. خسر الفلاحون محصولهم بسبب المحل يا سيدتي. أعطهم كل ما يحتاجون إليه من النقود.
لا تخبر السيد حتى يسددوا ما عليهم. حاضر. أتى الفلاحون إلى منزلي وطلبوا المساعدة ولن أخذلهم. أخشى أن يعرف السيد فيغضب مني. لا عليك، إذا عرف زوجي بالأمر فسوف أقول له بأنك نفذت ما أمرتك به وليس لك ذنب فيما حدث. لن أبخل على الفلاحين بالمساعدة، امنحهم نقودا بسرعة. حاضر. للأسف توفيت السيدة قبل أن تخبرك الحقيقة واتهم ماكس بالاختلاس. وحين اعتقدت أنني كنت أسرقك عندما اكتشفت النقص في أموالك، طردتني من منزلك من دون أن تعطيني فرصة لأشرح لك. أخطأت في حقك. أنت لا أعتقد أنك بريئة أبدا. انخلعي. بل هي بريئة. كيف ذلك؟ اسأل أم ديكون وستخبرك بكل شيء. إنها بريئة يا سيدي، ليس لها يد في سقوط السيدة عن الشجرة، وأنا كنت شاهدة على ذلك. السيدة احتضنت كاميرا، وكاميرا لم تنس لها هذا المعروف طوال حياتها، صدقني. هل أنت متأكدة من كل ما تقولينه؟ اسمعني يا سيدي، كيف يمكن لي أن أسيء للسيدة التي احتضنتني أنا وأمي المريضة؟ لن أنسى موقفها عندما توفيت أمي، لقد بكت بمرارة كما بكيت أنا. ماتت لكن ذكرى أعمالها الرائعة باقية في قلبي. كاميرا ظلمت كثيرا يا سيدي، وأنت لم تعطنا فرصة حتى نشرح لك ما حدث تماما. والآن هل صدقت أننا بريئان؟ يا إلهي كم أخطأت، كان يجب أن تخبريني كل شيء. بعد وفاة السيدة تغيرت كثيرا وأصبحت أعصابك تثور بسرعة عند ذكرها، وأصبح كل من في المنزل يتحاشى ذكر اسمها أو اسم الحديقة التي أحبتها. صمت الجميع ودفعنا أنا وكاميرا الثمن، والآن من حقنا عليك أن تعلن براءتنا أمام الجميع. أجل، سوف أفعل هذا. كاميرا أهنئك. أشكرك من كل قلبي. افتح الحديقة لألقي عليها نظرة قبل أن أستلمها إذا سمحت. ماذا؟ كفى يا ماكس، لا تستفز أعصابي أكثر من ذلك. اهدأ يا سيدي أرجوك، صدقني أنا لم أقصد استفزاز أعصابك. هيا نذهب إلى الحديقة. لكنك تعرف أنني دفنت المفتاح في الأرض منذ تلك الحادثة. إذن يكفي أن تدلني على باب الحديقة لأنني نسيت أين يقع. هيا تشجع، هيا استجمع كل قواك. لا أستطيع، تعبت. أرجوك تأكد من وجود الباب. تشجع وعد نفسك سيد هذه الحديقة الجميلة. يا إلهي، من؟ من؟ كوربين. أنا أسمعها، إنه مفتوح. غير معقول، الحديقة بقيت كما كانت عليه. ليلاز، هذه أنا. أنتم هنا، كيف دخلتم؟ أهلا يا أبي. أوه. توقفي. وقفت يا أبي. قول. ابني الغالي قول.
يمشي. ابني كون ولدي. أبي. ابني الغالي. أبي تمكنت من المشي أخيرا. الحمد لله شفيت بفضل العلاج الذي قدمته كاميرا. ماذا تقول؟ نعم كاميرا ساعدته يا عمي. لا يا ماري لم أساعده وحدي، فقد ساعدتني أنت وديك وهواء أموال عليل. أنت متواضعة جدا. أنا سعيدة جدا بشفاء كول. وهذه الحديقة لك هدية الشفاء. كن مطمئنا لن أصادر شيئا من أملاكك في قرية موايا سيد كوربين. حقا ما تقول. سأمهلك حتى تسدد دينك. أجل لا تستغرب ذلك، لقد ألغيت كل مشاريعي السياحية في موا، وذلك استجابة مني لرغبة كاميرا. شكرا جزيلا. سنتزوج وأنا أدعوك لحضور حفلة الزفاف. تعلمت من كاميرا درسا لن أنساه، وهو أن قوة الإنسان في قدرته على التسامح لا على الانتقام. شكرا لك يا كاميرا. عفوا أنتم تستحقون أن تحتفظوا بهذه الحديقة الجميلة لأنكم جديرون بها. لا أكاد أصدق، أنا فرحة جدا. عمي أتسمح أن أقدم طاقة ورد لكاميرا؟ سوف أصعد لأقطفها بنفسي. موافق، كاميرا تستحق كل الاحترام والتقدير، وسوف أقدم لها هدية رائعة بمناسبة زفافها.